باش نحكيو على واحد من منافسي رئيس الجمهورية قيس سعيد للانتخابات الرئاسية القادمة اللي هو زهير المغزاوي مرشح حركة الشعب. المغزاوي في آخر تصريح لي في كلمة ألقاها عبر الصفحة الرسمية متاعه في مقطع فيديو يقول إنه المعارض بلاستو ماهيس في السجن، بلاستو في الدار بتاعه. أيضا يتحدث عن مرسوم 54 ويسمي فيه مرسوم سيء الذكر، وحكي خاصة يقول لك أن هناك تضييقات على الحريات والحقوق. شنو والله هو يلزم نفسه الحديث بالنسبة لي هو لهم صلاح بالنسبة للترشحات. أي معنى احنا في دولة القانون المؤسسات، معنى أي إنسان يكون كفء ويكون نظيف لسواب عديلة كذا عنده الحق في الترشح، وهذه من كلمة سيادة رئيس الجمهورية. فهمتني؟ ما قصاش حتى واحد، ما اللي يقصي هو اللي يقصي نفسه. لكان إنسان عنده مشاكل، فهمتني، عنده مخالفات وعنده كذا، هذا كمان ما ينجمش يكون باش معناها يقود دولة. احنا عندنا رئيس كفء نظيف يخدم بجدية لرحمة الله، وإن شاء الله الحولو معناها الحولو يكونوا كيف هو، وإن شاء الله فهمتني، إن شاء الله ما يكونوش كيف الجماعة نتاع قبل معناها الحاشية. شنو رأيك في المرشح هذا زهير المغزاوي في حديثه على المعارضة والمعارضين؟ يقول لك إن المعارض يلزم يكون في داره ما يكونش في السجن. لا أفهم. يعني المعارض فوق المحاسبة فوق القانون؟ لا لا لا, لا 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 أي إنسان، أي إنسان، أي تونسي لرحمة الله ماهوش فوق راسه ريشة. كل إنسان كل ذي حق حقه. المخالف لرحمة الله ثم قانون على الناس الكل، كيما يجري على المعارض، كيما يجري على رئيس الدولة، كيما يجري على وزير الدولة، كيما فهمتني لرحمة الله. الناس سواسين وكاسين، المش ما فماش فرق بين هذاك وزير وهذاك مدير وهذاك كذا. لكان الدولة باش تقوم على الحاجة هذه راهو بيحاول لها إن شاء الله نكونوا قدمنا. أما لكان باش نكونوا لا اللي يعمل نخلوه واللي وش عنا فيه وكذا، صحيح اللي يغلط يتحاسب اللي رحمة الله باش يعرف خاطر هذه راهي مش انا مش نضر واحد برك، نضر الشعب كامل راهو فهمتني. والحمد لله والله يسامحهم ضرونا وخليه عند ربي خير فهمتني، وان شاء الله اللي جاي خير. منو عنا رئيس يخدم على روحه ان شاء الله ربي يوفقه يخدم بكل مصداقيه فهمتني، انسان نظيف يحب التوانسة يحب فهمتني، اما ان شاء الله يخلوه. ايضا المغزاوي يقول انه هناك تضييقات على الحقوق والحريات، انت شنو رايك في حقوق والحريات في تونس؟ هو والله شنو نقول لك، هو حسب ما معناها المقوله نتاعو فماش تضييقات، على خاطر هما من حب يبنوا قبه فهمتني. لان الله تو يحكوا على المرسوم 54 نتاع التضييق، لان في تضييق اخوي شوف احنا ثم كلمه نقولوها معناها بالدارجه، امشي صحيح على الطاطه لا تطيح تسمع فيه ولا لا، كان مش في سعرك ما تخاف حتى من واحد. اما لا كان مش فهمتني كيما قبل تلعبوا بينا وخلونا لا نصلح، نعانوا ازمه اقتصاديه خانقه الاخر معناها، والحمد لله معناها كان ما جاش رئيس الدوله معناها قاعد يهز منا فهمتني، منا ومنا وتالي رانا في اسوء الحال. والحمد لله هو انا كل المعارضين هذم لكان مش تعارض، عارض بجديه انقد بجديه. اما لكان ما جيت بروني وكذا معناها انا تقول لي على السلامه راك باهي انا نمشي من هنا وانت تضربني، لا والتوانسه هذيك الخايبه فيهم. يعني الحقوق والحريات في تونس بخير في ايادي امينه غير مهدده. لا ما افهمني تو انت تقول الحقوق كل ذي حق حقه، ايش يقول لك رئيس الدوله؟ يقول لك التونسي الحقوق والواجبات نتاعو هذيك ما تمسش، رئيس الدوله معناها في الدستور وفي الكل ما تمسش، انت هما يبنوا عليها بني اخر معناها فهمتني؟ يعطيك حريه، يعطيك حريه الراي، حريه النقد، حريه كذا، اما لكن في نطاق معقول، مش تجي لهم صلى الله ظل تسب وتشتم وكذا وبيه وعليه وواحد، لا بالعكس ربي ما قالش هكا، ربي ما قالش فهمتني؟ الدستورنا دستور صحيح، دستور نظيف، رئيس نظيف، وان شاء الله يخلوه يخدم على روحه. وانا معناها بالمناسبه هذه نحيي فيه الروح الانسانيه، على خاطر الانسان
تو هو وزراء واحد كل شيء ان برانسيب تو كرئيس دوله هما الوزراء يجيبوا له راهو كذا وكذا ويمشي لسيدي بوزيد ويمشي القيروان ويمشي كذا ويمشي كذا ويمشي كذا خي وسمش مش طلع الناس الكل لا بالعكس هو عامل الواجب واكثر اما الله يهدي الشعب نتاعنا المنطلسين نتاعو الماتير الجريز نتاعو الله يهدي كيف يفكروا فهمتني ان شاء الله ربي نقول له ان شاء الله العام الجاي 2025 ان شاء الله مبروك علينا مبروك على رئيس الدوله مبروك على الامه الاسلاميه الكل وان شاء الله نكونوا من حسن الى احسن واللي يحب بلاده يلزم يخدمها ويخدمها بثقه بحول الله لاباس فهمتني بحول الله لاباس يتنع علينا التشرد ويتنع علينا القيل والقال وهو قال وهو كذا وهو بيه وهو عليه وهو عليه فهمتني خاطر تو برشا من الناس جايه معناها تركب على الاحداث تركب على الاحداث وهي حاجه معناها ناس لا اراك الله مكروه ناس فهمتني يسبوا في كيما نقولوا فيها في ليسونس على عليه يا رسول الله دولتنا باهيه ناسنا باهيه عايشين صحيح ثم ازمه اقتصاديه ماناش احنا برك ازمه عالميه يعيشها العالم الكل هذه كلها ماناش مش مسبب فيها رئيس الدوله تسبوا فيها الله يهديهم فهمتني اللي يحب يخدم تونس يخدمها بصدق ربي حول الله فهمتني نكونوا بخير وتكون تونس تونس اللي كانت وما زالت تتوى مطمور افريقيا ومطمور روما وتونس الخضراء تونس الخضراء وشكرا والحاجه الاخيره انا مضابي السيد رئيس الدوله هو مهتم برشا حاجات مضابي بك الفئه الفقيره يتلفت لها شويه فهمت على خاطر فما مازالت في الاداره شويه تهميش وشويه تضليل فهمت وماذا به الانسان يكون الانسان المناسب في المنصب المناسب. حكيت قلت انه الظروف اللي مرت بها بلادنا واللي قاعده تمر بها مش مسؤول عليها رئيس الجمهوريه قيس سعيد قلت مسؤول عليها ناس شكون هم؟ والله انا ما شوفي خاطر باش نجبدوا ناس يعني سياسيين اذا قلنا ناس يعني سياسيين طبعا اللي شايل يحكموا هو تأزم الوضع من تنجم تقول معناها من بداية الألفين من الألفين معناها بشوية بشوية حتى اللي جت الترويكا حتى اللي جو معناها قسموا القاعة كابيناتهم المرحوم البيج خالد السبتي الله يرحمه وفهمتني وهذوكم احنا معناها نخبناهم ووقفنا معاهم في بالهم معناها مش يقفوا بتونس ومش ويخرجوها الأبار الأمان شوي زدنا غرقنا الحمد لله جت مسار 25 جويلية أعطى لي كل ذي حق حقه لعنة الله وانا نطلب من رئيس من السيد رئيس الجمهورية كمواطن تونسي الأخطأ فهمتني ماذا بيه أي إنسان يخطأ راهو فلان وفلان وفلان أما الحاجات هو قالوا فهمتني راهي ما تجيش خلي على خاطر راهو برشا من الناس صحيح فما ناس مظالم وربما مظلومة فيش بال نقولوا احنا إنسان هو أنا وفلان لا يلزم التثبت باش حتى انسان كي يحكم يحكم بالعدل وان شاء الله ربي يجازينا خير وان شاء الله تونس بخير وان شاء الله رئيس الجمهوريه بخير وربي يبارك لكم.